طول هون وامر عمي حضرتك مطول هون. انا مش مطول انا مبلط هون طول ما هيدا صارت اللي على الثالث ما بده يعطيني بنته انا مبلط هون على الثالث. ايه طيب ليك اذا عطاك بنته بتحل عنا. ايه باخذها وفل يا اطلع لفوق حل لي المشكله من فوق. يلا حل لي اياها واحكي معي من فوق. ايش ما بعطي انا واحد عواطي يا ريت خلص مش ايام الجارنا ما بيعطي بنته لواحد عواطلة. لا انا عواطلة انا عواطلة طول فيها طول فيها طول فيها دبرنا له شغل بألف دولار بالشهر. روح قل له دولار. يلا ماشي الحال ماشي الحال دبرنا له شغل بألف دولار بالشهر بس نجيب معه 10,000 دولار. بيه قال بده مقدم 10,000 دولار. 10 شو؟ طول شو ليدي ديانا هي؟ عمي احكي معي. ليك بيي رح بيع له بيت امك ونأمن له 10,000 دولار، خليه يرتاح. يلا. يلا يلا. يجيبوا 10,000؟ دبرنا له 10,000 دولار. إذا ما عنده بيت مأمن بيت ما في. قال بده بيت ملك. يا عيني ما بجيب له 10,000. بيت ملك قال بيقول لي بيقول لي بيت ملك. بيقول لك رح ننيموا عنا بالبيت رح نقسم البيت كم غرفة بيتكم؟ يا خيي شو قصة؟ ما بحب نايم حدا بعندي ببيتي انا. بيت موجود. يلا خليه يطلع. مبروك. يا عيني عليك يا الله شو فرحت لك اكثر ما انبسطت لابني والله. يا عيني عمي زوجي وزوجني شو بي حاطط له موسيقى بنص الليل شو قصته؟ هيدا مش هو يا بي هيدا واحد تاني بده بنزي رنل على الاول. نعم يا والله لا بس انا حلبس حلبس ايش عنده يا اخي. يلا مش هجي رنل اكيد انت على الاول هيك. Could be production.